السلام عليكم اخوتي اخواني، مرحبا بكم معنا فيديو جديد وفلوق جديد من سيوات ليلى العميريه. الفلوق ديال اليوم من سوق حد البراديه، يعني يوم السبت بالليل. حريق قبل السوق، يعني السبت في الليل. تعرض السوق للحريق المهم الصراحه، مش هنايا مشيت الصباح الصراحه، ما كنت في الليل مساليه، مشيت اليوم صورت لكم البقايا ديال الحريق. الحمد لله والشكر لله ان خرجت خير، يعني غير القياطن وداكشي اللي مشى خسائر ماديه. الحمد لله ما تقاش حتى شي واحد، هذا من فضل الله. يعني الوقفه ديال الدرك الملكيه والاطفاء، جزاهم الله كل خير، ربي لطف هادشي اللي كاين، الله لطف العباد، الله يرحم فينا والله يغيثنا والله يفرجها على الامه الاسلاميه. هانتوما شوفوا البقايا، بلاصه ديال مالي الحوت اللي كيبيعوا الحوت المقلي والسردين والحوت تاع الواد. المهم البلاصه اللي فيها مالي الحوت هي اللي مشات مساكن، والحمد لله ربي لطف ان يعني حدا الضو دار ربي تاويل ديال الخير وصافي. هادشي اللي كاين هانتوما شوفوا كيحيدوا في داكشي ديال العماد والقياط اللي تحرقوا. المهم الناس عندهم خسائر ماديه، هذا هو الحمد لله. تيقولك تفوت الراس ودي في الشوهات، الحمد لله ملي ما تقاش شي واحد. انتو شوف الله لطف، ونخليكم مع بقيه الفلوق. المهم فلوق خفيف من سوق حد البراديه، الله لطف العباد وصافي. هادشي اللي كاين، نطلبوا ربي الله يلطف بيني وبكم، الله ينجينا ونجيكم من نار جهنم من شهر البصر. شتو راه الدنيا الصراحة راه تحرقو اليوم القياطر، ليلة يلا الله يعوضهم عليهم خير، الله يعوضهم خير والله يلطف بالعباد. الصراحة السوق كانت تصيبي الراويش تصيبي الدنيا، ليلة يلا الله يغيثنا والله يرحم فينا. نخليكم مع بقية الفلوق وصلوا على الحبيب مصطفى عليه الصلاة والسلام. نصور لكم هاد الفلوق الصغير تشوفوا الشوق. صراحه مشيت باش نشوف لكم هاد اللي شفتو البارح، ما قدرتش باش نمشي في الليل، وقلت علاش ما نمشي اليوم نصوروا لكم. قبلوا علينا وما تنساوش بارطاجيو لايك ابوني اي حاجه جديده. غادي نصوروا لكم هنايا تجنع دمولين الدجاج، الدجاج تا هو ساعله فيه العافيه اش قال، يعني ساعل ما بقى الدرويس مسكين. اش نقول لكم بنادم كيدي فرخ كيقسمو وياكل الجوده على الايام، كما تيدير يدير الجوده على الايام. يعني الدجاج واصل 500 والفلوس راه لا اله الا محمد رسول الله، 50 درهم يلا تجيب ليه فرخ فيه 2 كيلو تيكون الريس كثر من اللحم. الله يرحم فينا والله يرحم في العباد يا رب، الله يدير تاويل ديال الخير. خليكم مع بقيه البلوك في امان الله ورعايته، الله يلطف. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم،
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا